ده كده الكمية اللي انا طلعتها من السمسم عملت معايا البرطمان دوت. شايفين برطمان دوت كان موجود عندي برطمان صلصة عادية خالص، فانا غسلته وخليته لما احتاجته، وفعلا احتاجته زي ما انتوا شايفين كده. ودي الكمية بالظبط اللي طلعت مني. ويلا بقى بعد كده نشوف المكونات اللي احنا نستخدمها ايه. عندي نص سمسم، نص كوباية سمسم، دول اللي كانوا عندي ما اشتريتش على فكرة، كانوا موجودين عندي قلت استخدمهم. معايا كوباية دقيق ومعايا برضو كوباية زيت. على فكرة الطريقة دي سهلة جدا ومش هتاخد معاكي وقت. احط السمسم في الخلاط كوباية كلها، وابتدي احط نص كوباية الزيت في الاول عشان اضرب عشان السمسم ينعم معايا. بعد كده احط كمية الزيت بقى كلها وابتدي بقى اضرب في الخلاط عشان الكمية كلها تنعم زي ما انتوا شايفين كده. اهوت بدأت تنعم معايا خالص ازاي شايفين. بعد كده احط نص معلقة ملح، ودي بقى براحتك عايزة تحطيها ماشي، مش عايزة براحتك. احط نص كوباية الدقيق الاول واضربها في الخلاط، وبعد كده اضرب بقية الكمية اللي هي بقية الكوباية الدقيق في الخلاط، وبعد كده نشوف القوام معايا هيبقى شكله ازاي. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ بقى مظبوط جدا. كوباية السمسم مع كوباية الزيت مع كوباية الدقيق كده السمك بتاعها بقى مظبوط. وانت تقدري تعمليها معاكي بسرعة، يعني مش لازم تجيبي كمية سمسم كبيرة او كتيرة اقصد، فانت المتوفر عندك ممكن تجيبي ربع كيلو وتعمليه، حاجة سهلة معاكي وهتطلع على طول معاكي. واي برطمان عندك مركون هتجيبيه وتغسليه وتنضفيه زي ما انتوا شايفين كده. واديني صبيت فيه بالظبط، عملوا معايا البرطمان دوت اهوت. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ اهو بحاجة سهلة خالص وما غبناش وما خدتش وقت معانا ومش مكلفة بصراحة. عشان هي انا بقول مش مكلفة لان هي كانت كوباية السمسم متوفرة عندي، فانت هي برضو مش هتبقى مكلفة لان السمسم هتجيبي الربع كيلو بعشرة جنيه. شايفين اهو في البرطمان. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله معاكم. ويا رب اكون خفيفة على قلوبكم، معلش في اللخبطة اللي بتلخبطها دي، تعودوا بقى عليا او المفروض تكونوا اتعودتوا خلاص. وده شكلها النهائي معاكم اهو. شايفين البرطمان عامل ازاي؟